انا بس هاخد على ايهاب حاجه واحده، ان هو قال ايه، احنا بنحاول نحل مسائل الزحمه في القاهره. لا، احنا في اسكندريه بنعمل ايه يا دكتور مصطفى؟ في بورسعيد بنعمل ايه؟ في الاسماعيليه عملنا ايه؟ لا، ما احنا برضو عشان بس الصوره اللي احنا بنقدمها للناس ان ده جهد، ومش الهدف ان احنا بنسجل جهدنا، لا، احنا بنحاول نحل مسائل ونخفف على الناس حركتها اليوميه والاقتصاد وكلام هذا القبيل. واتصور ان ده كمان ليه تاثير كبير جدا جدا على نسب التلوث. نسب التلوث، لان احنا محتاجين واحنا في المؤتمر نعرض خطتنا الاستراتيجيه اللي عملناها لتخفيف حجم التلوث في مصر من خلال مشاريع مختلفه، وسواء في الكهرباء او في السكه الحديد او في اللي هي القطاعات اللي احنا اشتغلنا فيها عشان نقلل نسب التلوث، بما فيهم مشاريعنا للبحيرات اللي احنا اشتغلنا فيهم، بما فيهم المشاريع اللي بنعملها لبحيره قارون. كل ده الهدف منه، انا بس بحاول اجمع ده مع نفسنا ونجهز نفسينا لليوم ده بشكل يسجل فيه قدره الدوله وادائها وفهمها لفكره البيئه والحركه فيها. انا بس عايز اقول للناس اللي بتسمعنا النهارده، انا عايزكم تتصوروا لو ده ما اتعملش، لو لا الدائري الاقليمي اتعمل ولا الدائري الاوسطي اتعمل، معدلات العمل اللي اتعمل بيها الكلام ده يا جماعه بصراحه، يعني انا بقول لكم عشان يعني لا، دي معدات عمل غير مسبوقه. ولما انا بقول ان اللي اتعمل في مصر في الفتره ديت عمل كبير قوي، انا بقصد بسجل بيه ده، بس ده مش معناه ان العمل الكبير ده ان نتوقف عنده يا دكتور مصطفى. لا، ده احنا ده عملنا ولسه يا هاب لسه بنكمل، لسه بنكمل كتير قوي، لسه بدري. بالمناسبه جميع الاراضي اللي في اراضي كتير جدا كانت داخل وحدات للقوات المسلحه، الاراضي دي احنا خدناها، وطبعا يا محمد احنا ما عوضناكمش بحاجه. لا، انا بقول صحيح، يعني الكلام ده انا بقوله برضو بسجله للجيش. اسهل طريقه عندي كان يتعمل، يقولوا لي ايه ده، في وحده عسكريه جنبه، اقول لهم طب خده من الوحده، مش كده؟ معلش يا احمد، اتفضل اتفضل. فانا بس بقول الكلام دوت عشان مثلا طريق السويس، لما جه الفريق كامل نتكلم على من اول كوبري المشير ابو غزاله، مش كده يا هاب، لغايه الكوبري بتاع الدايري، مش كده؟ المسافه دي كلها سواء كانت الاراضي قوات مسلحه او الاراضي بتاعه الهيئه العربيه للتصنيع، من غير كلام انا ممكن اقول لكم ان الارض دي تساوي 4 5 مليار جنيه. دول طبعا ما اتدفعوش، وغيره وغيره، يعني حتى المحاور اللي هي بتاعه الاهرام هنا اللي انت بتتكلم عليه، في محاور منها اتاخدت من وحدات عسكريه موجوده بالفعل، مش حرب الكترونيه. تمام يا فندم.